كثير منا بعرف عن حياة الرياضيين بشي بسيط وكيف هم داخل المنافسات. الأغلب منا بشوف الرياضيين هم بفوزوا كيف ما بحلفهم الحظ. راح أكون معاكم أنا جلال الدعجب، برنامج مختص بحياة الرياضيين ويومهم كامل وكيف عايشين حياتهم. الرياضيين عندهم قصة نجاح، كيف بدأوا هاي الحياة وكيف قرروا يكونوا أنهم بهذا النمط، نمط الحياة الرياضية وحياتهم كرياضيين بشكل كامل. راح أكون معاكم ونحكي أكثر عن الموضوع، وكل فترة راح أكون معانا بطل معين راح نحكي عن حياته، كيف بدأ وكيف انطلق بهاي الرياضة وكيف سكته اللي بدأ فيها بهاي الرياضة.